ما حدا منكم ما بيعاني من زيارة السوبر ماركت مع ولاده، أنا أكيد، يعني إذا مش بدوز خفيفة بدوز قوية وقعد بدوز تفحيش، يا شو بيطلع عبالي هالولاد امسكون واخدوا مشوار معي. ولادي بالدنيا مع مايا. هلا صباح الخير مايا. طبعا مش بس زيارة سوبر ماركت انه لا بدي هالشغلة والبكي عليها، لا انا ما صار كتير معي، ولكن وقت يبعط الولد بالسوبر ماركت كمان ويكسر، انا مرة كسر ابني هو صغير لامبادير حقه شي 1800 دولار بوقتها كان مدفع يا جوزيف. والله ما بعرف، ما رح سمي مين، بس طلعوا كثير هودي وصلنا على صندوق المعلم، بس بتصير مع كل الاولاد. اه والله ليك، وبتتذكر صارت لانه كان بده يشتري شيء يعني عم يستفزك انه ولا عم يتشيطن يعني وقع شيء؟ عم بيلعب كان. هلا نحن يعني الاحراج للاهل لما مثلا بيكون معك ابنك صغير او بنتك وبيطلب شغله، يعني تنقول علبه شوكولا، علبه كوكيز، وانت مثلا ما بدك تجيبها يمكن لانه فيها الوان اصطناعيه، يمكن عندك اسبابك، يمكن خلص عبيته الكادي خلصنا، عبيته بالشاريول اللي بدكم تجيبوه خلصنا. فتطلعت نظره الناس انه اوقات بيطلعوا انه شو هالبي الشرير او شو هالام الشريره، انه ولا بتستاهل جيبيها ماشي الحال. يعني في اوقات بيكون جايب كل شيء، يعني بقول الامم المتحده شريت لي اياها للولد، مزبوط بده هديك اغلب الاوقات. هلا نحن رح نحكي عن كل هول يا جوزيف، بس خلينا قبل انا وياك المشاهدين نشوف الروبورتاج واكيد بنرجع بنكفي حديثنا. يلا يلا. روان، نحن بالبيت اتفقنا بدنا نشتري 8 بس شوكولا، اوكي؟ يلا. قصة الاتفاق شغلة كتير مهمة، يعني كانت تصير معي أنا وكانت تنجح جدا. مزبوط مزبوط. بس القصة الثانية يعني أنا ما بتحملها، اللي هي صريخ وتفحيش الكريزة. الكريزة اللي بتصير هيدي أكيد يعني بالضبط. هلا مثل ما قلت الشغله كثير مهمه جوزيف، انه الاتفاق قبل ما نروح على السوبر ماركت. هلا اكيد وقتها بيكون عندنا حدا عمره سنتين صعبه انه اتفق انا وياه قبل مشوار السوبر ماركت يعني، وكمان بنفس الوقت بدي اقول انه اصلا قبل عمر 3 سنين ما بنشوف نحن هالنوبات الغضب اللي هالقد قويه بالسوبر ماركت، لانه بيكون بعد عندنا سيطره على الولد، الولد بيكون نوعا ما بعده عم ينبسط بالمشوار، بعده عم بلقط اشياء هيك من الريونات حتى بالكادي او بالشاريو بدون ما هو يستوعب انه هو بده ياكلها او بده يفتحها، فيها نرجع نشيلها ونحطها. بس ابتداء تقريبا بس يتخطى الولد 3 سنين، يعني 3 سنين ونص 4 سنين بتبلش هالطلبات هيدي. هلا اول نصيحه بدي اعطيها انه بمشوار السوبر ماركت بالتحديد مثل بكثير مشاوير غير، كثير مهم انه انا حسس الولد انه عم حمله مسؤوليه، يعني انت رايح معي حتى تساعدني، انت انا ما فيني اروح وحده، ما بلحق لوحده شيل الاغراض عن الريونات، يعني جيب الباستا او جيب السوستومات او جيب الكاتشب، بدك تساعدني، بدك تحطهم انت، بدي وكلك فيهم. مثلا فكره حلوه انه لما بنكون مارقين بهيك بريون، انت بتعرف بستاند معين بريون بيكون في على اليمين غراض وعلى الشمال غراض، مثلا اجمالا خلينا افترض مثلا انه عند المعكرونه على الشمال والكاتشب او السوستات على اليمين، بقدر مثلا اقسم انا وياه للولد اللي عمره 4 سنين او 5 سنين، بقدر مثلا اقول له انه انا هلا رح روح جيب معكرونه معنا، وانت يلا طلع هون مقبيلك اي كاتشب اللي نحن بنجيب منه الى اخره، يعني يجرب يساعدني ويحط هو الاغراض معي، بتكون كثير مهمه. وانا وماشي احكي،
يعني افتح هالليست اللي بكون عملتها بالاتفاق اللي حكينا عنه انا وياك، بده يكون في ليستا نحن محضرينها، فبقدر افتح هالليستا واقول له مثلا خلصنا من المعكرونه، خلصنا من هيدي، يي هلا بابي شو بحب مثلا؟ بحب هالشغله البطاطا، تعال نروح نجيب شو ما كان، بس بدي اشركه معي بال بال بالامر. طيب في حال صارت الكريزة يعني انا بعرف انه الله لا يحط ولا اهل بهيك موقف، يصير العالم كله يطلع فيهم ومزعوجين منهم. مزبوط. يعني كيف لازم يتصرفوا بهذا؟ اول شيء يعني اللي بدي اقوله، يمكن في كثير عم يحضرونا يقولوا انه لا مستحيل، بس بقول لهم اكيد مش مستحيل. الاول قاعده بدي اعطيها راجل، انه ما بدنا نستسلم لرغبه الولد بسبب الكريزة اللي عم يعملها. يعني الكريزة اجمالا بتصير لانه بده شيء. يعني اذا انا بكون جايبت له شوكولا، جايبت له بونبون، جايب كثير قضايا، هو بده هالشغله، بده هيدي السوسات مثلا، وانا متفق انا وياه انه اليوم ما رح نجيب سوسات، يمكن غير نهار منجيب، بس اليوم متفقين ما بدنا نجيب سوسات. بدنا ابدا ما نرضخ لشيء اللي هو بده اياه. فينا نلاقي بديل، البديل بيكون انه شغله اصلا مسموحه، مسموحه ما قلت انها ممنوعه، يعني انا وقت ظهرت من البيت شغله معينه ما جبت سيرتها، ما قلت انها ممنوعه، بقترح عليه مثلا تعال نجيب هيدا الشوكولا. وممكن اوقات كثير اذا لاحظت انه عم بيزيد هو بنوبه الغضب حتى يتلاعب ولحتى ياخذ طلبه مني، ما بدي ابدا ارضخ، بدي انطر تيخلص الكريز لان رح يخلصها. واذا ما فيني انطر لانه في كثير ناس حوالي ولحس بالاحراج وهالتطليعات كلهم فيي، اوقات بدي اكون مضطره انه انهي الشوبينج اللي عم بيعمله، ممكن اترك الاغراض مثل ما هن ما حسبون ورجعوا على البيت كعقاب له. كل هالقضايا اللي عم بحكي عنها ما بتصح قبل عمر الاربع سنين اجمالا. طيب. انت عم تحكي هون انه ما نرضخ لا ابدا مشيئته اذا نحن كنا متفقين لانه لسبب معين حتى ما يرجع يعيدها. لسبب كثير بسيط جوزيف. نعم. انه انا لما بدي اكون متفقه انه ما رح اجيب لك سوسات ويعمل نوبه غضب لان بده سوسات، وارجع اجيب له لحتى انه خلص جرسه وعم يطلعوا فيي. نعم. فهو اللي انتصر، وكل مره رح يرجع لهالاساليب او لاساليب اكبر من هيك، لانه هو بيعرف انه لما بعمل هيك بابا او ماما بيردخوا لمشيئتي. انا اطلع شوي بالعمر، بعمر 13 14 15 لازم استعمل نفس الاسلوب لاي شغله كمان؟ اكيد اكيد. انت لما بتكون عاطي حدا من اولادك عمره 15 سنه مبلغ من المصاري معين، بتقول له مثلا تنقول انه انت هيدا المبلغ بدك تدبر حالك فيه، يمكن تجيبي فيها اثنين تيشيرت، يمكن تجيبي تيشيرت ثانيه وحده، يمكن شوفي شو بدك تعملي. بس انا ما هول، بس هلا هول، هلا بتجي بتقولي لي شفت بنطلون بدي اجيب بنطلون كمان، هلا لا يمكن بعد جمعتين ثلاثه. هلا بالكبار ما بيعملوا هالنوبه الغضب، بس الكبار في عندهم شغلتين، او بيستغلوك عاطفيا ولو بليز وبتصير الدمعة بعينهم وبصيروا مزعوجين او بيتغنجوا، او ولو شو فيها اذا جبت هيك وشو فيها وكذا، او الشغلة الثانية بيزعلوا وبيغضبوا انه بيكسروا بوجهك، يعني بيصيروا عيبسين وما بدهم كثير يحكوا معك لانه انت ما رضخت لطلبهم. طيب اكيد ما بدي ارضخ بالحالتين. مصاري لشغلة معينة جيبوها وجيبوا شغلة غيرها ورجعوا اخذوا من الطرف الثاني هالمصاري لهديك الشغلة. انا بلاقيها كثير غلط، لانه بالنهايه انا بعتبر انه من سنوات الطفوله المبكره لاخر المراهقه نحن مطلوب منا نربي اولادنا على انه يكونوا اداريين ويعرفوا ياخذوا قراراتهم بانتظام وبنظام. يعني انا بدي اعرف اقسم شو الاولويه بالنسبه لي. الاولويه ما فيها تكون الفستان والسلولار والشوز والجزدان والكتاب، في اولويه. نعم. بدي امشي بالاولويات، يعني انه هلا هالشهر شو المهم او هالجمعتين ثلاثه شو المهم، وبعدين اشياء ثانيه ممكن انه انا مرقها. هيدي لازم نشتغل عليها ببيوتنا، لانه هلا الشيء اللي كثير سلبي انا بلاقيه بمجتمعاتنا بالوقت الحاضر هو الشو اوف. يعني الامهات اوقات بيعملوا اشياء مش مفروض تنعمل بس لانه صاحبتي او صاحبتها لبنتي امها عم بتجيب لها، معقول انا خلي امها تجيب لها وانا ما اجيب لبنتي؟ اوقات صدقني بنيرسريز بالحضانات او باماكن بيبقى حدا جايب مثلا كوكيز، خلينا نقول من مطرح بنعرف انه الكوكيز فيه كثير ثمنه كثير حقهم غالي مثلا، وبقدر انا اجيب كوكيز من غير محل. اوقات بشوف ببعض العيال انا انه بتجي مثلا بيجي البلد بيقول لها انه جايب من هيدا المطرح، او في امهات بيقولوا شو انا ابني مش قادر يجيب، قادر يجيب بده يجيب، ولو بدها تنكسر بتجيب له من نفس المحل. هذا بتودي لعدم بعدين التزام وعدم اكيد ضياع. يعني
اكيد يعني بالنهايه بفتكر مثل ما عم اقول يعني هالسفنجه هيدي يلي هي خاصه بين عمر الاربع سنين والسبع سنين عم تمتص هيدي السفنجه الاشياء، بدي قد ما فيني اعطي للولد البون اكزامبل او المثل المنيح. هلا عم بتقلي اذا صارت الكريزه شو بعمل؟ هلا اول شيء بدي اجرب اعمل المستحيل تتفادى تصير، اذا صارت اتفقنا شو بنعمل، بس بدي اجرب اعمل المستحيل حتى اتفادى تصير. نعم. يعني بدي اجرب انه اعمل نظام بالشوبينج اللي عم بعمله، بدي احاول قد ما بقدر انه احسسه انه هو عنده الحريه، يعني مثلا بفوت على ريون شوكولا او الويفر وبقول له ينقي يلي بده اياه طالما انا بعرف انه كل شيء محطوط بهالريون ما عليه بيقدر ياكل منه، ما في اشياء يمكن مصطنعه والى اخره انا ما بسمحها، بدي اعطيه كمان سلطه. ما بقدر انا مشي الولد اللي عمره 5 سنين وقول له نقي هيدا لوح الشوكولا وهيدا البونبون وهيدا الكيس، لانه هو بده يحس كمان انه هو اللي عم يختار وهو شو بيحب وشو ما بيحب وشو شايف مع رفقاته، لانه الولد كمان بيستحلي. يعني هي امور كلها بدي اخذها بعين الاعتبار. كريتير كثير مهم بطلب من الاهل عن جد، يعني شغله كثير مهمه يحترموها، وقت وقيت الروحه او المشوار على السوبر ماركت كثير مهم. يعني بعد الاكل اوقات انا شو بشوف جزاف مثلا، بشوف تنقول الساعه 7 7:30 حدا اخذ الولد ورايح، هيدا الولد كثير مهيأ يعمل نوبه غضب لانه 7 7:30 قريب وقت نومه انفقس، يعني بنشوفها انه هيدا الوقت فعلا مهيأ انه يعمل الولد. أو إذا رح بلا اكل وكان جوعان وشاف كل هالشوكولا قدامه مثلا بده ياخذ كل شيء. مزبوط هيدي شغله كمان مزبوط، وهي اصلا نحن عم نحكي عن السوبر ماركت اليوم بس تنطبق على غير قضايا كمان. صحيح. مثل ما حكينا حس المسؤوليه اللي بربي عليه ولادي بالبيت، يعني الولد اللي صار عمره 5 سنين لما انا بكون عم بفتح البراد عم بفتح الخزانه عم شوف شو ناقصني لانه رايحه على السوبر ماركت، بقدر اشركه معي انه يكون حدي شو في شو فيني مامي، شوف لي في كاتشب بالبراد في هالشغله، شوف لي كيس الرز خلص هون، اشياء يمكن مش كل الاهل لهم جلاده يعملوها لان بتاخذ وقت. نعم. بس بدل ما ضيع وقت على غير اشياء بعتبر حالي عم بعمل تواصل حلو مع اولادي بهالامور وعم بشركهم. نعم، على كل حال انا بدي اقول دائما لازم نلتزم معهم حتى وقت نعطيهم مصروف، اوقات بيطلع بدنا نعطيهم زياده نخبرهم انه هودي زياده. مزبوط. يعني حتى ما هيك هيدي المعلومه سالتك اياها. وانتر بارانتيز بين هلالين جوزيف، بحياتنا كامهات او كبيات ما نقول انه بدي اشتري له هالشغله لان هلا بيقولوا عني بخيل او بيقولوا عني ولو حارم ابنه او بنته. أي. علاقتي مع اولادي بتخصني بس لإلي. صحيح. بالنهايه انا رح اظهر من هالمكان واذا هن رح يعملوا شيء غلط او ما رح يكون عندهم رؤيه مضبوطه بحياتهم انا رح ادفع الثمن. صحيح. ثانك يو لك مايا، بنشوفك بكره بنفس الموعد لموضوع جديد. لكل المشاهدين لحظات قليله وبعدها بنعود لنتابع مع الشيف شادي ورشه ملح، وطبعا عندنا 3 كتب رح نحكي عنها اليوم وناس وناس.